السلام عليكم، تبارك الله على الجميع. و مدينه طنجه ومسؤولين ديال مدينه طنجه، اول حاجه كنشكركم على هذه المراحيض، يعني مراحيض مزيونه وفي المستوى. ولكن واحد القضيه اللي كنشوفها انا عملتوا هذه المراحيض هذه خاصه عين الرجال، الناس اللي واقفين، واش الناس المعاقين من حقهم شي يدخلوا للبواليط؟ واش عباد الله يجي السيد معاق بالكروسه ولا شي صاف ما كيقدرش مسكين يمشي، واش غادي يطلع جوج الدرجات؟ المهم كنطلبوا مسؤولين ديال مدينه طنجه والعمده ومهم كل مسؤول في هذه المدينه باش يشوفوا بعين الاعتبار ديال هذا المراحيض، وفي اقرب وقت خصنا نشوفوا حنا المراحيض ديال اشخاص ذوي احتياجات خاصه ديال المعاقين، اقرب وقت خصنا نشوفوها. والسلام عليكم، لان حنا كنطلبوا الرامبا تكون ضروري ضروري. السلام عليكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.